الشاب اللي مات طفل يعني، او شاب 19 سنة يعني مات في حمام السباحة في استاد القاهرة، اسمه محمد بدر، هو من اشمون بالمنوفية، بيعمل القفزة. انتوا عارفين بيتم تدريب البعض على تدريبات كليات الشرطة والكليات الحربية من بعض المؤسسات والاكاديميات يعني، فبيعملوا قفزة الثقة اللي هي بيقفزوا على حمام السباحة، اصطدم بواحد، المهم انه في النهاية مات غرقا داخل حمام السباحة. هنحاول الدكتور محمد البلتاجي نائب رئيس لجنة الإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص. يا دكتور محمد أهلا بيك. أهلا بك يا أستاذ، أهلا بحضرتك. طيب قبل ما أسمع دكتور محمد، ما احنا عندنا الأم في مشهد لوالدة الغريق كده جايز عندنا في فيديو، لا نشوفه كده، نشوفه وهي تبكي على ابنها. خد خد اشربهم عشان الابن مات واخدين هدوم الحرامية ولاد الحرامية ولاد بتبعتوا لي نورية بتبعتوا لي لو تقولوا لي تعالى يا ولاد عشان تغرقوه عشان تموتوه يا قالوا بياخد الهدوم ويخبيه وعارف وانا شوية نسوان لك يا الجبنة يجيبولنا كوبايتين عصير ولا خد اشربوا عشان قلبكم ناشف وربنا يطمنكم عليهم انتوا عارفين اللي هو فين ونروح الاسم ده ونيجي عليهم ونروح المستشفى ده ونيجي عليهم ما يقولولناش ولا يقولوا روحنا ولا عشان تضيعوا ده ابوه حرام عليك وده ابوه طالع خيبان من الجيش مطلعينه عيال باصحابه هو بينال ومربيهم بالدم بعتك من جداتي ده انا صحتي راحت وبقول ده عوضي ده عوضي وسند اللي هيبقى قدامي. طبعا الله يكون في عونها، ما يعني مهما كان بعض اللي بيصدر من الاشخاص في لحظات من هذا النوع، يعني ابنها ضاع منها وكانت بتعده، لانه هذه الاكاديميات بتعد الشباب انهم لما يدخلوا كليات الشرطه والكليات الحربيه قفزه الثقه، بعض التدريبات اللي بيتم اختبارهم فيها، وبالتالي يعني كانت بتجهزه للمستقبل. مات منها. هسال دكتور محمد، انا قدمته بس معانا اللواء علي درويش رئيس هيئه السد القاهره. سياده اللواء اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك سياده اللواء. يعني بسرعه كده، هل استاد القاهره هنا مسؤول عن غرق الشاب محمد بالشكل ده؟ اولا ان استاذ وائل البقاء لله في ابننا محمد وربنا الاستاد مجمع حمامات السباحة بيتأجر للاتحاد لإقامة نشاط تدريبي أو لإقامة بطولة وللأكاديميات. أكاديمية الديب موجودة من زمان للتدريب وللتأهيل للكليات العسكرية. لما بيجي أجر مننا أستاذ وائل بيأجر بيقدم طلب بفاكس ويقدم إن هو هيدرب في تدريب لياقة مثلا في الملاعب أو تدريب سباحة او تدريب قفزه الثقه. فبيأجر فندم وهو اكاديميه كاتب اقرارات على نفسه ومسؤول يكون معاه مدربين، واحنا ما عندناش منقذينه معاه حاجته كلها وهو اللي مسؤول قدام الناس. يعني هو بياخد حمام السباحه وبيبقى مسؤول عنه مسؤوليه كامله. تمام يا أستاذ. هنا استاد القاهره ما فيش اي مسؤوليه. طبعا يا فندم، يعني انا الموقف صعب جدا، واحد برضه من انا بس انا ما اعتقدش أنا, انا اعتقد أنا انه الاستاد يعني بالتصور كده ما ينفعش ان انا هقول اصل انا باجره له وماليش مش مسؤول بعد كده يعني. لا مش الفكره كده يا فندم، الموضوع طبعا الموضوع في النيابه وبتحقق الاستاد. انا بالنسبه لي انا حاسس بمسؤوليه طبعا. ازاي؟ احنا بنستلم الحمام بعد ما بيخلصوا النشاط، بيتعمل فيه صيانه، بيتعمل، بس انا كاستاذ القاهره انا ما عنديش عمال نظافه ولا عندي، انا متعاقد مع شركات وانا فتحت تحقيق، ولكن والنيابه شغاله. انا من خبرتي من نطه الثقه ما ينفعش يا فندم ان واحد يغرق، لان هو بينطط واحد بعد الاخر وبينططه بالاسم وبينط ويطلع وبعدين النطط اللي وراه.
والحمام نفسه بيبقى ممتلئ ويحيط به يعني في عدد كبير من المنقذين. فانا الحقيقه مندهش. انا خريج كليه حربيه ونطيت نطات الثقه دي كتير. يعني هو النهارده بينادي على الاسم ينط يطلع، ما طلعش المنقذ بينزل يجيبه، وبعد كده الاسم اللي وراه وهكذا. انا مش متخيل، انا مش عارف، انا منتظر النيابه وتحياتها علشان نشوف بس. ايه انا السبب. في اعتقادي انه ما ينفعش برضه استاد القاهره يسيب يقول لي ده في حد بيأجر فبسيب له حمام السباحه، لابد ان يكون هناك مشرف عندكم. يا فندم، المدير المجمع له مدير وله مشرفين رياضيين، ولكن هناك اكاديميه تدريب مأجره نطه قفزه الثقه في حمام الغطس. هناك قفزه ثقه ايه بقى، تحولت لقفزه موت للاسف. يا فندم الواحد مش عارف يقول ايه، ولكن كان برضو هناك بطولة، كان هناك تدريبات برايفت، هو المدرب بيبقى معاه أطفال معاه تحت في المجمعات. إحنا الهيئة يا فندم بنقدم الخدمة والمية على أكمل وجه، ومعمول لها صيانة ومواد كيميائية ومعمول لها كل ده كويس يا دكتور. بس هو هنا ستلوى، أنا عندي يعني شاب مات، كانت أسرته البسيطة دي تعده إنه هيدخل في الكليات اللي فيها قفزة الثقة دي، اللي هي كلية حربية كلية شرطة، علشان يجهز نفسه يعني، فمات منهم. طبعا. طيب خلينا اسال دكتور محمد بلتاجي، نائب رئيس لجنه الانقاذ بالاتحاد المصري للغوص. دكتور محمد، المسؤوليه هنا تقع على مين؟ والله يا استاذ وائل، الاول في البدايه احنا بنقول البقاء لله في الولد محمد وربنا يرحمه باذن الله. لما نيجي نتكلم المسؤوليه تقع على مين، هي المسؤوليه مزدوجه. المسؤوليه على هيئه الاستاد كهيئه مسؤوله، هي بتاجر مكان، المفروض المكان ده يتوفر فيه عوامل الامن والسلامه للممارسه. ايه هي عوامل الامن والسلامه؟ ان انت توفر الاجراءات اللي تامن اي نشاط يتم داخل فيها. ازاي؟ يعني يكون عندي منقذ، المنقذ دوت لازم يكون متدرب ومتاهل ومعاه شهاده انقاذ ثريه وطالع من الاتحاد المصري لغوص الانقاذ. لازم يبقى عنده ادوات انقاذ، لازم يبقى عنده وسائل اتصال، لازم يكون عنده دكتور مقيم دائم موجود، عنده عربيه اسعاف. تعتقد الولد مات ازاي؟ هو طبعا الولد المفروض ان دي قفزه ثقه، المفروض ان في نفس التوقيت اللي حصل فيه حاله وفاه الولد كان في بطوله شغاله، هي بطوله الجمهوريه للسباحه بالزعانف التابعه للاتحاد المصري لغوص الانقاذ. المفروض ان مسؤوليه الاتحاد ملوش مسؤوليه في الكلام ده، هو مأجر الحمام من هيئه الاستاد عشان يقيم البطولات بتاعته على الحمام الاولمبي، واخد جزء من حمام الغطس بيستخدم في تسخين اللاعبين. نص الحمام بيبقى لهيئه الاستاد لاي مستاجر عايز ياجر. الموضوع ده حصل قبل كده، يمكن احنا شفناه في بطوله القاهره، احنا كنا موجودين وانا كنت مدير البطوله في بطوله القاهره. بنفس الاكاديميه جت بتجيب الولاد بتطلعهم كلهم على المنط، طبعا الولاد بتبقى خايفين من الارتفاع، بيزق بيطلع معاهم واحد يفضل يزق الولاد اثنين في اثنين في اثنين ورا بعض مع الزحمه والضغط، وما بيستناش الولد يطلع لان هو عايز يخلص، بيبقى معاه عدد كبير يعني ممكن 100 150 200 خلاص. فده تقصير اكيد، ان الولد نزل الاثنين اللي وراهم نزلوا، فاكيد حصل نوع من الارتطام بين الاثنين، ما فيش منقذين موجودين. يعني ما اعلمه انه اي حد بعد هذه القفزه في القاع لازم يطفو تاني على سطح الميه. لماذا لم يطفو على سطح الميه؟ حاجات كتيرة قوي ممكن تحصل. ممكن اولا من خوف الولد نفسه ان هو ينزل وما يطلعش، فلو انت عندك منقذ مدرب واقف بره هيشوف على طول الواقعة ديت وهينط يجيب الولد. من المفترض، احنا طبعا ما حدش كان موجود ساعة الواقعة وما حدش شافها، من المفترض ان اكيد ما كانش فيه منقذين فما حدش شاف اي حاجة. العدد الكبير الناس عمالة تنط ورا بعضها، فتلاقي الولد ما طلعش، في نزول واحد تاني وراه خبط فيه نزل، مع ان كان حالة الطقس امبارح والنهارده كان الجو مش حلو، فالميه كانت لونها غامق، فما حدش شاف حاجه. بس انا كمان ما اعلمه انه لا يمكن حد يقفز الا بعد ما الولد اللي قفز يطفو على سطح الميه. لا يعني دوت في الهيئات المنظمه، ده لما بتكون انت بتعمل اختبار في كليه الشرطه في الكليه الحربيه، ده هيئه منظمه، يعني في واحد تحت بينده فلان الفلاني انزل الميه، ينزل في واحد واقف بعصايه او في منقذ بيطلعه، الكلام ده ما بيحصلش. اللي بيحصل في العادي من الاكاديميات هو جاي فتره زمنيه دافع فلوس عايز يخلص ويجري عشان يجيب غيرهم، يجيب افراد غيرهم، فهو اللي بيعمله ايه؟ ان هو بيطلع ويزق ناس ورا بعض. انا
انا بشكرك، وطبعا كنا بنحاول نجيب حد من الاسره، انما شفته يعني طبعا كلام الام يعني بتعد ابنها لكليات من هذا النوع اللي واسمها قفزه الثقه. ليه؟ لانه بيقفز في حمام السباحه من اعلى علشان يتاكدوا ان الولد ما بيخافش وعنده ثقه في نفسه، فمات وضاع منهم الشاب اللي بيعد نفسه للمستقبل بهذا الشكل.